بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله رح نشرح اللينير ابروكسيميشن، رح نتعلم اليات التقريب. احنا كنا حكينا انه اذا كان في عنا فانكشن كان ديفرنشبل اذا رح يكون كونتينيوس، لانه كان اهم شرط علشان يكون الفانكشن ديفرنشبل هو انه يكون كونتينيوس. اذا every differentiable is continuous. لو كان في عنا fx and fy لنقطة معينة، يعني كان عنا نقطة a b، كان fx للنقطة a b وبرضو fy لنفس النقطة اللي هي a b كانوا continuous، وكان عندنا دلتا x ودلتا y، طبعا بدنا اياهم يكونوا دلتا x and دلتا y بدنا اياهم يكونوا بيقتربوا من الصفر صفر. in this case رح نحكي انه الفانكشن هذا هو continuous، يعني رح يكون في عندنا دلتا x تربيع زائد دلتا واي تربيع اللي هم هدول القيمتين تحت الجذر رح يكونوا تقريبا بيساووا صفر. اذا بدنا نتوصل لقاعدة يلي هي انه اف اي زائد دلتا اكس فاصلة واي زائد دلتا واي ناقص f a b minus f x ل a b مضروبة ب دلتا x ناقص f y a b دلتا y رح تكون تقريبا بتساوي صفر. وهذا الكلام بنطبقه دائما. شو يعني؟ يعني لو بدنا نكتبه بطريقة تانية رح نرمز له ب l a b، رح نقول انه l a b بيساوي f a b زائد f x ل a b مضروب بدلتا x زائد f y ل a b مضروب بدلتا y بيساوي تقريبا f a plus دلتا x فاصل b plus دلتا y. اذا احنا هيك عم نتعلم كيف نلاقي القيم التقريبية لهذا الموضوع. فبدنا ناخد مثلا linear applications in general، هاي هي القاعدة اللي احنا رح نطبق عليها. فرضا انه الفونكشن اللي كان عندنا هو جذر xy، كيف رح نحل بهاي الحالة؟ هو رح يكون continuous، انا بدي التقريب اله near 1 4، يعني x بتساوي 1 و y بتساوي 4. السؤال حكى انه continuous at 4 at 1 4، حسب ما انا بلاحظه وحسب ما انا رح اجرب. هلا خلينا نطلع fx. fx شو بتساوي؟ fx equals to y divided by 2 y جذر x، او نقدر نكتبها 2 جذر x y. طيب خلينا نطلع برضو كمان fy. fy رح تكون بتساوي x divided by 2 جذر xy، ورح يكونوا continuous عند النقطة 1 4 وبرضو differentiable عندها. هلأ شو بدنا نساوي؟ لو بدنا نطلع دلتا x، دلتا x قيمتها شو بتساوي؟ x ناقص 4 اللي هو من النقطة 4 1، وواي ايش بتساوي؟ يعني اكس قيمة اكس لحالها بتساوي دلتا اكس زائد 4. نفس الشي بالنسبة لدلتا واي، رح نقول دلتا واي بتساوي واي ناقص 1، اذا واي بتساوي دلتا واي بلس 1. هلا شو رح نقول؟ رح نروح نعوض في القانون اللي موجود عندنا اللي هو اف اي بي and fx ab times delta x fy ab delta y بيعطينا تقريبا fa plus delta x and b plus delta y. احنا بدنا 4 زائد delta x و delta y زائد 1. رح يصير عنا بعد ما نعوض f الاربعة 1 زائد fx 4 1 مضروبة ب x ناقص 4 اللي هي قيمة دلتا x زائد f y لأربعة 1 مضروبة ب y ناقص 1، يعني رح يكون عندنا جذر الأربعة زائد 1 على 2 جذر الأربعة مضروبة ب x ناقص
أربعة زائد أربعة مقسومة على 2 جذر الأربعة مضروبة بـ y ناقص 1. يعني بالآخر رح نتوصل لأنه fxy بتساوي 2 زائد ربع 1 على 4 مضروبة بـ x ناقص 4 زائد y ناقص 1. وإحنا we provided that delta x و delta y بيقتربوا من الصفر، إذا خلينا نعوضهم as نقول إنه delta x هي عبارة عن 0.02 و delta y هي عبارة عن 0.01. يعني تقريبا رح يطلع عنا إنه f للأربعة 0.01.1.02 يلي هم القيم التقريبية رح يعطون تحت الجذر اللي هو بدال التنين، يعني 4.01 مضروبة ب 1. خلينا نعمل الإشارة X مضروبة ب 1.02، هذا الكلام السكوير روت لإله رح يعطينا تقريبا قديش؟ تنين زائد ربع أرب x ناقص 4، ال x قديش رح نعوضها؟ 4.01. ال y قديش رح نعوضها؟ 1.02. بعد ما نعوضهم ونطبق القاعدة اللي احنا توصلنا لها هون رح يطلع معانا الفاينل انسر هو تقريبا 2، بنحط إشارة التقريب، 2 زائد 3 على 400. إذا إحنا بنجرب إننا نوصل لقاعدة وبعدين بنطبق عليها. خلينا نحل سوا كمان مثال. لو كان الفانكشن هو e to the x cosine x y، بدنا نلاقي اللينير approximation لإله near 0 0، يعني قريب من الصفر صفر. أول إشي حنطلع fx. fx بتساوي e to the x cosine x y ناقص y e to the x sine x y، هذا هو continuous عند الصفر صفر. خلينا هلا نطلع ال fy. fy بتساوي x e to the x sine x y وهو برضو continuous عند الصفر صفر. ضلنا نطلع التقريب تبعه اللي هو التطبيق المباشر على القانون. دلتا اكس رح تكون اكس ودلتا واي رح تكون واي. ليش؟ لانه احنا قريبين من الصفر. اذا دلتا اكس هي اكس ودلتا واي هي واي. لما نعوض على القانون بدنا اف الصفر صفر يلي هي 1 زائد اف اكس الصفر صفر مضروبة بدلتا اكس يلي هي عبارة عن 1 times delta x يعني زائد delta x. هون عنا زائد fy صفر صفر مضروبة بدلتا y، يعني هون رح يكون عنا زائد صفر مضروبة بدلتا y يلي هي صفر. قيمة x شو كانت؟ من فوق بنقدر نطلعها. اذا الفانكشن رح يكون fxy بيساوي e to the x cosine x y وبيساوي 1 زائد x. نلاحظ انه سهل علينا الفونكشن كتير. ممكن انه السؤال يكون عطينا numbers، في هاي الحالة بيكون جدا اسهل لانه على طول بنعوضهم. هيك نكون خلصنا linear approximation. ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وما تنسوني من دعائكم، وبتمنى لكم كل التوفيق.